اهلا بكم مره اخرى في شرح جديد من شروحاتنا اللي بتهدف للربح من الانترنت الاستثمار وبدونه قناه اونلاين ماني. فضلا وليس امرا لحضرتك لسه جديد معانا في القناه، تدوس على زر الاشتراك وتفعل خاصيه الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. منصه جديده رهيبه بتدي بونص بمجرد التسجيل. شرحنا المنصه ديت وقلنا قبل كده ان هي بتدي حوالي 1 دولار و70 سنت، يعني نقدر نقول مثلا 2 دولار بمجرد التسجيل عليها، ومجرد ما بتضيف صديق بتدي لك نفس الجائزه. تمام، المنصة نزلت البونص بتاعها، ما بقتش بتدي 71 سنت، بقت تدي 200,000 لاتوشي، تمام، من عملة اللايت كوين، يعني ما يعادل 10 سنت على كل صديق. تمام، اشتغلنا على استراتيجية النشر على المنصة وحققنا منها مبلغ 7 دولار، هنسحبه قصادكم عشان نوريكم ان المنصة بتدفع بدون اي مشاكل. تمام، وزي ما احنا شايفين حين الدخول على المنصة في ريفير اند اير هم كاتبين 1 دولار و71 سنت اهوت على كل صديق انت المفروض ان انت بتدعيه. تمام، بس هم ما بيدوش المبلغ ده للأسف، نزلوا البونص اقل من كده، بقى يدوا حوالي 10 سنت على كل صديق. تمام، احنا برضو ما زلنا هنشتغل على المنصة ونكسب منها ان شاء الله عن طريق استراتيجية النشر، خصوصا ان المنصة ديت مش منتشرة في المحتوى العربي. تمام، والناس اللي سالت لما بدخل على الاكونت بيظهر لي كده، يا باشا انت مش لازم تعمل ايدنتي فيريفيكيشن، انت كل اللي عليك ان انت بتعمل الفون نمبر بس، يعني مش لازم تعمل الجزء ده كله خالص. هتطلع فوق خالص كده، تمام، على اليمين خالص شايف علامه اكس دي، انت تقوم دايس عليها كده، مجرد ما دوست عليها كده خلاص حولك على المنصه، انت بقيت على المنصه خالص، تقوم دايس على كلمه والت من هنا كده. وزي ما شايفين احنا معانا حوالي دلوقتي 6 دولار هو 99 سنت. تمام، معانا حوالي 1.5 مليون من عمله اللاتوشي. زي ما احنا شايفين المبلغ دوت كله من ربح الاحالات. ازاي؟ بنشر المحتوى بتاع المنصه على الجروبات الفيسبوك، والناس لما بتسجل برقم الهاتف بس، مش محتاجين يفعلوا ايدنتي فيريفيكيشن زي ما انا شرحت من شويه، بياخدوا 200,000 لاتوشي من هنا، وفي نفس الوقت انا باخد عليهم برضو 200,000 لاتوشي. تمام، يعني هو بياخد 10 سنت وانا باخد 10 سنت، فبالتالي هو مستفاد وانا مستفاد. تمام، فانت بالطبيعي ان انت هتخش تسجل على المنصه وتبتدي تنشر المنصه دي. تمام، طب انا ما مش هعرف انشر على جروبات والكلام دوت، هتجيب حضرتك لو معاك موبايلين في البيت، تمام، خطين مختلفين، هتخش تسجل من عن طريق رابط الاحاله الخاص بيك. تمام، يعني ايه؟ يعني هتخش على ريفير اند ايرن كده، تمام، وهتاخد الرابط دوت كوبي، ده الرابط بتاعك انت مش طبعا، تقوم واخده كده كوبي، وتقوم داخل على الموبايل بالخط المختلف، عن يعني خط يكون انت مش مستخدمه قبل كده في المنصه دي. تمام، تقوم واخد الرابط دوت وتقوم داخل بالكود بتاعك، بالتالي انت هتكسب 200,000 وهو هيكسب 200,000. تمام، وهكذا ممكن تكرر الحكايه دي، ده لو انت مش عايز تنشر على جروبات الفيس. تمام، دي اسهل طريقه ان انت تاخد رابط المنصه وتقوم نشره على الجروبات المهتمه بالكسب او الربح المجاني. تمام، هنسحب دلوقتي قصادكم ونوريلكم ان المنصه بتدفع وبدون اي مشاكل. هندوس على كلمه وزدرو من هنا كده، زي ما انت شايف انا هديله الادرس من محفظه اليوبيت، دي محفظه اليوبيت، هاخد الادرس كوبي وارجع على المنصه. هنا بيقول لي اكتب الكميه اللي انت عايز تسحبها، هقوم دايس هنا كده على الكميه دي كده ماكس اماونت، تمام، وبعد كده هقوم دايس على كلمه اوكي. بيقول لي وي هاف سنت كونفرميشن ايميل، يعني بعتنا ايميل على الايميل بتاعك، لو سمحت اقبل الايميل. هقوم رايح على الايميل بتاعي وقابل الايميل. زي ما احنا شايفين قبلت الرساله، قال لي خلاص انت كده السحب بتاعك هيتم السحب بدون اي مشاكل. هنستنى السحب يوصل على منصه اليوبيت ونشغل الفيديو تاني عشان ناكد السحب معاكم. ورجعنا لكم مره تاني، وزي ما احنا شايفين بالفعل السحب وصل اهوت 1,500,000 لاتوشي من عملة اللايت كوين. ولو رجعنا على المنصة زي ما احنا شايفين قال لك وزدرو كونفيرمد اهوت، وادي القيمة اللي اتبعتت بتاريخ النهاردة 8/7/2020. اذا الموقع بيدفع بدون اي مشاكل، ونستغل الموقع ونبتدي نشتغل على استراتيجية النشر. في ثغرة النهاردة انا اكتشفتها في الموقع دوت، ان شاء الله ممكن انزلها لكم قريب. لو الفيديو دوت جاب 100 لايك ان شاء الله هبتدي ان انا انزل لكم فيديو خاص بالثغرة على الموقع دوت، لان ثغرة يطول شرحها، بس هي ثغرة جميلة وبتقدر ان انت تجيب بيها طبعا مكاسب كويسة. تمام، فبالطبع لو انت وصلت ان شاء الله الفيديو دوت ل 100 لايك هنزل لكم الثغرة بتاعت الموقع دوت اللي انا لسه مكتشفها النهاردة. يا رب يا جماعة كون فدتكم، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.